تحس ان في شادوينج او حاله زي ما يكون في مرايه بين مدافعي كلا الفريقين، واحد قوي بيلعب من غير فلسفه وخبره اللي هو رامي ربيعه في دفاع الاهلي بيقابله سعد سمير، وواحد قوي ادي نشوف الهجمه محمد هاني يحطها على طول لامام، وادي التصويبه من امام تجد وسام، هو الفدائي عينه على الدوري وعينه على لقب الهداف، الفدائي وسام ابو علي يسجل، وسام ابو علي هدفه رقم 13 هذا الموسم، وسام ابو علي ابن فلسطين الحبيبه، وسام ابو علي على طول موجود داخل منطقه الجزاء ولا يتردد، وسام ابو علي اطلاقا وما يضيعش الفرص دي، وسام ابو علي يسجل، وسام ابو علي هدفه 13 هذا الموسم عشان يضع الاهلي في المقدمه ويفصله عن فيستون مايلي، هدف وحيد وسام ابو علي. وسام ابو علي الصفقه اللي كان تم الاعلان عنها بواسطه الصحفي الفلسطيني انس النجار من قلب غزه الحبيبه، خلوا المعنويات عاليه ومن يومها معنويات الاهلاويه عاليه مع وسام ابو علي، قاعد للسقطه واللقطه، وسام ابو علي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وسام ابو علي كان الفيديو وسام اهلاوي، فيديو مقتبس من الشهيده الراحله شيرين ابو عقله. رضا سليم يقطع الكره اللي فاتت في نفس التوقيت بيلعب لقاء المقاولون والزمالك، كان متقدم الموالين في الشوط الاول بهدف نظيف، لقاء ايضا مؤجل من اسبوع 19. ادي صديق اوجولا داخل منطقه الجزاء، اوجولا عبد المنعم يحطها للجندوسي، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال، احمد الجندوسي يسجل ثامن اهدافه هذا الموسم، الدولي الجزائري اللي كانت بدايته في البيضة والكحلة، تقارير قلت لحضراتكم ربطته بالشمال القطري، لكن الاسيست جاي من مين؟ جاي من صديق اوجولا. ادي الهفوة وهنا الهجمة اتلعبت من الجبهة اليسرى، هجمة منظمة انطلق بيها بودي، تصطدم بمروان، تروح على طول لصديق اوجولا يحطها للجندوسي، لحظة خروج الشناوي يحطها بالقدم اليسرى، لتاني مرة يسجل الجندوسي في مرمى فريقه الاصلي، الفريق اللي هو معار من النادي الاهلي لسيراميكا كليوباترا، واحد النادي الاهلي واحد سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل للدولي الجزائري احمد جندوسي يسجل هدف التعادل في مرمى النادي الاهلي في الدقيقه 50. خمس دقايق يحتاجهم سيراميكا كليوباترا عشان يرجع في النتيجه، ماتش حلو، هدف هنا وهدف هنا، كان ممكن يبقى اكثر يعني تعاونا في اللقطه اللي فاتت. امام عاشور، امام يحطها لقفشه باصص للبعيده يحطها على الارض، تصطدم بسعد سمير، سعد وادي وسام، تنشق الارض عن الفدائي عشان يورط سعد سمير في ضربه جزاء، يورط سعد سمير في ضربة جزاء، بطء نسبي من سعد سمير، وبقول لحضراتكم وسام قاعد للسقطة واللقطة، الفدائي وسام أبو علي، وسام على صدر كل أهلاوي، يتدخل وسام أبو علي ويورط سعد سمير في ضربة جزاء، إلا إذا كان لطارق مجدي معروف هيبقى فيه رأي آخر مع الفار، هنشوف. أدي الكرة اتلعبت، وشوف هنا البطء من وسام من سعد سمير والتدخل من وسام ابو علي اللي يورط سعد سمير في ضربه جزاء، هنشوف الاعاده مره ثانيه، بطء سعد، شوف هنا هل في احتكاك بالقدم؟ ادي القدم اليمنى، سعد سمير اتططمت بالقدم اليمنى لوسام ابو علي، ومحمد معروف راح يشوفها، لكن حيويه ونشاط وسام مسببه متاعب لدفاع سيراميكا كليوباترا. معروف راح يتشيك الفار، هو كان قريب والرؤيه كانت واضحه، لكن ده ما يمنعش، ادي القدم اليمنى لسعد والقدم اليمنى لوسام ابو علي، اتاخر وما لعبش على الكره، واللي لعب الكره وسام ابو علي، يعني شوف اللي لعب الكره هنا وسام ابو علي، وبالتالي بقول لحضراتكم هو ورطه لحد اللحظه في شبهه ضربه جزاء. القرار ايه؟ شوف الرجل مين راحت لمين، سعد ما لعبش على الكره خالص، هنشوف محمد معروف هيعمل ايه. محمد معروف قلت لحضراتكم ده ظهوره رقم 11 وتاني ظهور له مع النادي الاهلي، احتسب 6 ركلات جزاء في 11 ماتش، ويوم ما ظهر مع الاهلي امام الاتحاد كان احتسب يومها ضربتين جزاء. هنشوف وسام ابو علي سبب مشكلة كبيرة لسعد سمير، شوف هو بيشوف اللعبة بسرعتها الطبيعية عشان يقدر يحكم عليها بالسرعة الطبيعية، ومعاه طارق مجدي ومعاه محمد عزازي وما زالت المناقشة مستمرة. شوف هنا، شوف ادي استادز سعد سمير، ودي قدم اعتقد مع الكادر ده، يعني
هنشوف محمد معروف هيرجع يقول ايه. اميل ان معروف هياكد هيعمل كونفيرميشن على البنالتي. هنشوف هنشوف بطء هنا من سعد سمير والحيويه والنشاط ليه وسام ابو علي سببت متاعب لسعد. الا اذا مارسيل كولر بيقول له انا متشوق اعرف القرار. بيقول له يلا انا متشوق. بيقول له عرفني القرار. بنالتي اكد القرار. حيويه وسام حيويه الفدائي يطير النسر الاهلاوي ويلتهم كره من قبل سعد سمير. شوف هنا البطء وطلع له منين وسام ابو علي ما تعرفش. وحصل احتكاك ما لعبش الكره سعد. وسام ابو علي يسجل هدف ويتسبب في ضربه جزاء. اعتقد انه هلعبها بنفسه. ادي سعد. ما زال سعد بيقول انا ما عملتش حاجه، لكن زي ما بقول لحضراتكم هو ورطه في ضربه جزاء. ادي الجندوسي. اعتراض من احمد، خد انذار. بدايته كانت في البيضه والكحله، فريق الاسطيف وفاق الاسطيف. كان دربه ابن من ابناء النادي الاهلي حسام البدري وشاد بيه. قال ايه لمحمد معروف؟ محمد معروف اللي كان انصفه للكاف بقياده البنيني رئيس لجنه الحكام الانا جوي، وكان رد اعتباره لما عقبه حسام العباني مهاجم فريق ابو سليم الليبي 8 ماتشات وغرامه 10,000 دولار لما اعتدى على معروف وتصدى لمعروف عقب نهايه لقاء نهضه بركام. لقطه اعتقد انها غريبه شويه. هل هو التلويح بالانسحاب؟ يعني سيراميكا كيلوباترا في مكانة مطمئنة في جدول الترتيب في المركز الثامن. وأعتقد يعني الأمور يعني تدخل العقلاء ويرجع فريق سيراميكا كيلوباترا لاستئناف الماتش. حتى لو سجل الأهلي الهدف الثاني كان قادر سيراميكا في أول مرة أنه يرجع ويتعادل في النتيجة. هنشوف القرار إيه. لكن على أي حال حتى يحسم الموقف اللي أمامنا اللي ما كناش نحب أن احنا نشوفه، لاعبي سيراميكا باتجاه الخروج خارج الملعب. ويعني الاهلي في المركز الاول 69 نقطه 27 ماتش، عنده 3 مؤجلات، 22 انتصار، تعادل في 3 ماتشات وخسر مرتين فقط لا غير، 62 هدف بهدف وسام، وتلقت شباكه 24 هدف. سيراميكا ثامن 44 نقطه، انيا 45. ادي سعد. اسمع سعد، ابعد عني. شو سعد بيقول لك انا ببعد عنه، انا بلم رجلي الفار والرايه، انا مفيش حاجه. شوف احمد ياسر ريان، شوف احمد ياسر ريان بيرجع لعيبه، بيرجع لعيبه. شوف احمد عنده الويننج مينتاليتي، تربي في النادي الاهلي، عارف ان الانسحاب يعني ليس من شامل الكبار، وبالتالي كلم مع مسؤولي نادي سيراميكا كيلوباترا وهيرجعوا. الاهلي هيلعب البنك الاهلي صاحب المركز ال 12 في لقاء ثائر يوم الخميس 1 اغسطس، ثم المقاولون قبل الاخير لحد 4 اغسطس، سموحه سادس الترتيب 8 اغسطس، ثم زد سابع الترتيب 11 اغسطس، ثم لقاء انبي تاسع الترتيب يوم الاربعاء 14 اغسطس، واخيرا لقاء مودرن سبورت اللقاء الختامي امام كتيبه طلعت يوسف. سيراميكا بروفا، بقول لحضراتكم بروفا امام طلع الجيش، ينتظر اللقاء في السابع من اغسطس نهائي كاس الرابطه، احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، وان كان مواجهه صعبه امام باسيو وطلع الجيش. ادي كولر. توتر هنا هينال من مين؟ هينال من بسام ولا هينال من مسدد ضربه الجزاء؟ الاهلي اتحسب له 8 ضربات جزاء. وسام سجل بنجاح 4 في البلديه والاتحاد والداخليه وبيراميدز، وكهربا كان سجل بنجاح 2 في الجونه والاتحاد، امام كان سجل في فاركو، وطاهر اهدر امام الجيش. طاهر مش موجود وكهربا مش موجود. موجود امام ووسام. هو وسام 22 انتصار للاهلي، 4 منهم بالاربعه، مره بخماسيه، 3 مرات بالثلاثه، 10 مرات يسجل اهلي ثنائيه، واربع مرات فوز بهدف نظيف. تعادل سلبي وحيد سقط فيه كان امام سموحه، وتعادلين ايجابيين امام الجونه وامبي، وخسارتين امام البنك الاهلي 3-4 وامام الزمالك 1-2. الناحيه الثانيه سيراميكا 12 انتصار، 3 انتصارات بالاربعه. وسام ابو علي يتأهب. وسام أبو علي من أجل وضع نسر الأهلي في الصدارة، ومن أجل معادلة رقم فيستون مايلي على صدارة ترتيب الهدافين. والله إمام اللي هيشوط، والله إمام. وسام كان ماسك الكرة لكن سابها لإمام. إمام سجل في فاركو،
إمام إمام إمام، تركيز من إمام، إمام وبسام، إمام وبسام، إمام وبسام، إمام وبسام، وحوار بين الثنائي، إمام 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 إمام، يسجل الهدف الثاني، الأهلي 2 والفضل لوسام وإمام، والثنائي وسام وإمام يتفوق على بسام ويسجل الأهلي هدف الثاني. تسبب في اللاعب وسام أبو علي ضربة الجزاء، ورد سعد سمير في ضربة الجزاء، وإمام عاشور يسجل ثاني أهداف النادي الأهلي، إمام عاشور ويسجل ثامن أهدافه هذا الموسم، يمارس هوايته في صناعة وإحراز الأهداف، إمام حطها على يمين الحارس محمد بسام. إمام عاشور يسجل ثاني أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 63 لإمام عاشور. فضل كولر ان وسام ما يلعبش البنالتي ويدخل لاعب اخر ممكن اعصابه اكثر ثبات واكثر هدوء، ما حبش يحط وسام ابو علي في سيتويشن وفي وضعيه على لقب الهداف ومن ضربه جزاء في ماتش حاسم، يقول لك الماتشات لسه جايه كتير. دخل امام عاشور اللي عنده يعني ثقه وعنده يعني جراءه وعنده شجاعه، امام عاشور يتصدى لضربه الجزاء ويسجل امام عاشور، ووضع النادي الاهلي في المقدمه بعد ضربه جزاء جدليه، هكذا راها مسؤول واداري ودكه بدلاء نادي سيراميكا كليوباترا، وبالتاكيد هتاخد مننا كثير وكثير من الشرح بعد نهايه هذا اللقاء في استوديو اون تايم سبورتس مع الكابتن سيف زاهر باذن الله. اللي بغتنا وسام بهدف من ضربه حره مباشره، وسام المتكامل المتكامل، جول الفدائي يعادل الكونغولي، ابن فلسطين الحبيبة إلى الـ14، وسام أبو علي يتصدر قائمة هدافين الجدول، والأهلي يتصدر الجدول منفردا 72 نقطة، ونسر الأهلي عالي يحلق مع الفدائي وسام أبو علي المتكامل. وسام الفدائي يسجل تاني أهدافه وينصب نفسه مان أوف ذا ماتش ورجل كل المباريات، وسام أبو علي يسجل من ضربة حرة مباشرة، وسام أبو علي تغالط محمد بسام عشان الأهلي يفوز بالثلاثة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام، صفقة الموسم وكل موسم وسام أبو علي، صفقة تمت في هدوء ودون ضجيج ودون مضاربات، وأسامة أبو علي يقود الأهلي إلى الاقتراب من لقبه الـ44. بالثلاثة الأهلي يفوز ويتقدم على سيراميكا كليوباترا، وعمر كمال هل يبقى الرابع هل يبقى الرابع هل يبقى الرابع هل يبقى الرابع الرابع، عمر كمال سوبر سب أفضل بديل ينزل ويحرز الهدف الرابع، عمر كمال يا ولد يا عمر يا عمر يا ولد يا عمر، ليلة كبيرة للنادي الأهلي، 4-1 للنادي الأهلي بربعية بربعية لمقابل هدف الأهلي يقصو على سيراميكا كليوباترا، ويسجل عمر كمال رابع الأهداف، لكن أي هجمة مرتدة أي كاونتر أتاك بدأها، شوف مين هنا، هو وسام هو وسام، مش ممكن يصنع ويسبب ضربات جزاء ويصنع من ضربات ويسجل من ضربات حرة مباشرة ويصنع لزمايله كمان، وسام أبو علي شوف وسام المتكامل تسبب في ضربة جزاء وسجل في الأول في من داخل منطقة الجزاء ثم سجل من خارج منطقة الجزاء، وعمر اللي اتكلمت عن حس التهديف قلت انه اتأخر اكتشافه، 30 سنة ضاعوا من عمر عمر كمال حتى يعني تم انضمامه للنادي الأهلي، وتوهج عمر كمال اكتشاف متأخر لنجم كبير ولاعب مميز عمر كمال، هدفه رقم 33 في الدوري في مسيرته في 199 ماتش.